معتقد نص عليها في الدستور ونحن مع التنصيص عليها، ولا نرى في ذلك ضيرا ولا نرى في ذلك ما يصادم أي قيمة من قيم ديننا. فمبدأ حرية الاعتقاد وحرية الضمير مبدأ إسلامي أصيل، لأنه لا قيمة لأي اعتقاد لا يتأسس على ضمير حر. إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل لا يستند إلى قناعة ذاتية لا قيمة له. مبدأ لا إكراه في الدين مبدأ ثابت، مبدأ أن حق الإنسان في أن يختار دينه هذا مبدأ ثابت. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. تمظهرات اليوم متخلفة التنصيص على حرية الضمير هي حرية المعتقد الحق، فما تمظهرات متخلفة على المجتمع؟ كل إنسان مسؤول على نفسه، الناس مسؤولون على أن يحترموا القانون، وفيما عدا ذلك كل له الحق، كل هو حر في معتقده. ولكن المهم باعتبارنا نعيش في المجتمع أن نحترم القانون فقط، أما المعتقدات فكل حر في معتقده. نحن نعتقد أن الاعتقاد الصحيح هو الاعتقاد الإسلامي، ولكن للناس أحرار في أن يعتنقوا هذا المعتقد أو يعتنقوا غيره. والمجتمع والإسلام لم يعش في بالخوف والترهيب والقمع، وإنما عاش الإسلام لأن أهله مقتنعون به ولا يثيرون عقيدة أخرى ولا يرون عقيدة أخرى تحل محله أو تكون بديلا له أو تنافسه. إذن أصل الاعتقاد هو القناعة الذاتية وليس الإكراه أو الترهيب، لأننا لا نريد أن نحول تونسيا إلى منافق. إذا نحن فرضنا عليه الاعتقاد وتحت الخوف لبست المرأة مثلا لباس الإسلامي، هذا الزي لا قيمة له، لأنه إذا لم يستند على عقيدة هذه المرأة وقناعتها فيحولها إلى منافقة. والنفاق هو أسوأ الصفات، ولذلك ربنا قال المنافقون في الدرك الأسفل من النار.